ألعاب، إطارات، أحذية، وكل سلعة تستخدم في الحياة اليومية باتت جزءاً من جبل النفايات هذا، الذي ليس في مطمر أو مكب ما، بل عينة بسيطة انتشلت من بحر لبنان على مدى 6 أشهر لتكون البوابة التعريفية لمعرض يقام في بيروت من تنظيم جمعية أنتي أكت تحت عنوان البحر المحطة الأخيرة، وهدفه التوعية حول مخاطر النفايات البلاستيكية. فكرة المعرض بلشت بمتحف زيورخ بسويسرا. قررت دروسوس فاونديشن انه تنقله على اكثر من دوله عربيه، على مصر، على المغرب، على الاردن، واخيرا بلبنان. فكره المشروع طلعت من زيورخ مثل ما قلنا، تضوي على حجم النفايات البلاستيكيه الموجوده بالبحار عنا، لانه هي البارت المخفي اذا بدنا نقول من النفايات المستخدمه بحياتنا اليوميه وما حدا عم بيشوفها. فكرة المشروع الأساسية إجت عنا هون تنركز بالدرجة الأولى على حملات توعية لطلاب المدارس، نستقطبهم أكتر شيء ونوجه لهم المساج الأساسي لقلهم أنه قديش فيهم هن من عندهم يبلشوا استدراك حماية البيئة بحياتنا اليومية. الجزء الأول من المعرض يلقي الضوء على مخاطر النفايات البلاستيكية على الثروة البحرية، وعدد السنوات الطويلة التي يحتاجها كل نوع من البلاستيك للتفكك إلى جزيئيات صغيرة. هنا عينة من إحدى الجزر اللي نحن عم نركز فيهم على مدار البلاستيك. هون عم نحكي عن البلاستيك شو عم بيكون مداره على الطيور البحرية، يعني بعض الطيور بتتغذى من العلق، وبعض الحيوانات البحرية بتتغذى من العلق، وبعض الأحيان البلاستيك لما يتكسر يصير شقف صغيرة ما بيعرفوا يميزوا إنه هو هذا مش شي بيأكلون. فمثل ما عم نشوف الصور لما عم تنفتح بطنهم لبعض الطيور عم بيكون في بقلبهم كتير جزيئيات من البلاستيك اللي عم تخليهم انه يموتوا من بعد مر الوقت. هون بدنا نشوف قديش من الوقت بترتب على كل نوع من النفايات، كان بلاستيكية او غير بلاستيكية، قد ايه بتاخذ وقت. رح ناخذ بعض الامثلة بس على القصص. كياس التسوق البلاستيكية، يعني نحن لما نروح على السوبر ماركت الكيس اللي بنجيبه معنا اللي بنستخدمه اقل من 5 دقائق بده من 10 ل 20 سنة ليقدر يتفكك. عنا قنينة البلاستيك بدها 450 سنة حتى تتحلل، صنارة السيد بدها 600 سنة تتحلل. المعرض لا يكتفي بالتنبيه من المخاطر، بل يحاول تقديم حلول بديلة تخفف من استخدام البلاستيك، كمثل استبدال أكياس التسوق البلاستيكية بأخرى ورقية، واستخدام الملابس القطنية بديلاً عن تلك التي يدخل البلاستيك في صناعتها، كما اعتماد إعادة التدوير لمنتجات أكثر جودة أو أقل جودة. Upcycled items، يعني المصنعة على مواد أكثر جودة من بعد استخدامها، هي مثل الأمثلة اللي عم نشوفهم هون شوي عنا، هن بعض الحقائب اليد، حقيبة لتحط الآيباد. كمان في نوع تاني هو من downcycled items، يعني الأقل، يعني نحن بنستخدم بعض المواد البلاستيكية بس فينا نرجع نعيد تصنيعه لمواد أقل جودة، مثل البويات اللي بنحط فيهم الزريعة، أو مثل صحارات الخضرة اللي بيكون لونه أسود. يعني كل شيء بلاستيك لونه أسود هو معاد استخدامه لأقل مواد أقل جودة. بعض أساليب إعادة استخدام البلاستيك يتعلمها الأطفال وطلاب المدارس الذين يزورون المعرض، حيث يعملون من خلال ورش فنية على تحويل بعض المواد البلاستيكية إلى أغراض قد تستخدم في الديكور المنزلي، وهذه الورش هي الجزء العملي من حملة التوعية التي تغني الطلاب بمعلومات قيمة. تعلمت أنه البلاستيك هو منعوزه أنه منيح، بس نحن عم نعوزه نيجاتيفلي، يعني مثلا منكب الزبالة، أنه منكب البلاستيك، والبلاستيك بيكون أنه مرة على مرة بيتجمع بيصير أنه جبل. منيح لكب بلاستيك بين بحر كان للكل حيوانات البحر حيموت كان عم بكلون. تعلمت انه فينا انه ما نكب بوبل هيدا، فينا نرجع نستعمله، ويعني فينا نعمل فيه العاب ونلعب فيه. هذه العينة من المواد البلاستيكية التي جمعت من منزل عائلة لبنانية خلال شهر واحد وتشكل جزءا من هذا المعرض،
قد تكون خير معبر عن حجم استخدام البلاستيك في الحياة اليومية، وبالتالي الضرر البيئي الكبير الناجم عنها، والذي لا يبقى عند حدود معينة ما دام قسما كبيرا منها ينتهي في البحر بتياراته العابرة للدول. زيادة المعرفة حول مخاطر النفايات البلاستيكية وتغيير بعض سلوكيات الحياة اليومية يعد خطوة أولى نحو بيئة أفضل، لكن تحقيق النتائج المرجوة يبقى بحاجة إلى تفعيل برامج حكومية وبيئية على نطاق واسع. سحر بشارة، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج مراسلون، بيروت.